مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. وفيها نازحة من قرية في ريف تعز تروي للمشاهد نت: أجبرنا الحوثيون على الخروج من منازلنا بالملابس التي نرتديها وتركنا كل شيء. وفي المصدر أونلاين: معلمون في صنعاء يبدأون إضرابا جزئيا عن التدريس. موقع بريطاني يقول: طلاب يمنيون يقسمون أيامهم بين الدراسة والحرب. وفي الخبر الأكثر قراءة: طلق زوجته بسبب عبارة على الواتساب. أهلا بكم، والبداية اقتصاديا، حيث عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: هل تنجح الإيداعات الخليجية في إنقاذ العملة اليمنية؟ ووصف مراقبون وخبراء في الاقتصاد اليمني أن الخطوة التي وافقت عليها السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني ستعزز سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الوعود التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بإيداع 2 مليار دولار كوديعة لو تحققت ستسهم في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. وأضاف نصر في تصريح ليمن مونيتور أن هناك متطلبات على الحكومة القيام بها حتى لا تستنزف هذه الاحتياطيات، سواء بسرعة تفعيل مصادر النقد الأجنبي أو بإدارة حكيمة للقطاع المصرفي ووقف المضاربة بالعملة. من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أن الدولار سيعود إلى 215 ريال يمني، مشيرا إلى أن وديعة الملياري دولار سترفع مخزون الاحتياطي بالعملة الصعبة في البنك، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة قيمة العملة المحلية. إنسانيا، عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: عشرات الأسر المهجرة من تبيشعة تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل غياب المنظمات الدولية. وقال الموقع: لجأت مئات الأسر في قرية تابعة لمديرية جبل حبشي إلى النزوح الجماعي في صورة من صور التهجير القسري التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح، حيث استقرت عشرات منها في مدرسة اليرموك وسط حي وادي الدحي غرب تعز. وتروي النازحة إيمان محمد قصة مأساتها مع أطفالها الخمسة للمشاهد بالقول: أجبرنا الحوثيون على الخروج من منازلنا وخرجنا بملابسنا التي نرتديها وتركنا كل ممتلكاتنا. يتابع الموقع: تعيش الأسر النازحة في وادي الدحي أوضاعا إنسانية صعبة في ظل غياب تام لمنظمات الإغاثة الإنسانية الدولية وعدم صلاحية المدرسة لإيوائهم، فضلا عن كونها مكانا لدراسة طلاب الحي. يرى الأستاذ عبد الباري طاهر أن السلام هو الخيار الوحيد في اليمن، وهذا ما عبر عنه في مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، والذي قال فيه: الحرب في جوهرها ما كانت إلا للتأكيد على شرعية السلاح الأبدي، وهو أيضا حرف للثورة السلمية عن مجراها الأساس، وجر للأحزاب المدنية إلى الحرب، وهي حرف للأنظار عن مخرجات الحوار والتعويل على دستور لا تريده كل الأطراف المدنية والأحزاب الكبيرة الموالية لأطراف الحرب. وعبر التاريخ الإنساني كله، الحرب لا تلد إلا الحروب، والحروب هي الأكثر شؤماً وبشاعة وتدميراً. هناك طرق عديدة لفرض خيار السلام: التصالح المجتمعي في المناطق والقبائل والأحزاب السياسية، التحرك على المستوى الإقليمي، وتبني مواقف المساعي العمانية والكويتية الدبلوماسية بين الدول الخليجية وتحديداً السعودية وإيران، ثم المطالبة بالضغط الدولي على هذه القوى الإقليمية المنخرطة في الحرب في اليمن لحل مشكلاتها وتشجيع الحل السياسي في اليمن ووقف الحرب والحصار. وما يدرينا أن هذه الأغلبية الصامتة اليوم ستكون الصوت المدوي غداً. ولقد تراه في السكينة إنما خلف السكينة غضبة وتمرد، كشعر البردوني العظيم. الشعب الذي نزل إلى الميادين في 11 من فبراير لعام 2011 قادر غدا أو بعد غد على التصدي سلميا لتجار الحروب ومرتزقتها. أما القول أن اعتزال الحرب ليس سلما طالما لا يوقفها قرار الاعتزال، فهل يعني أن المعتزل في هذه الحال يعتبر محاربا أم ماذا؟ بعض المثقفين والسياسيين يعتبرون الحياد خيانة، وبعضهم يرفض المناطق الرمادية،
ولله في خلقه شؤون. موقع الموقع بوست يتساءل حول العملية السياسية واستئناف الحوار في اليمن ويقول: جولة جديدة للمبعوث الأممي في اليمن، هل هناك مؤشرات لتحقيق تقدم؟ ويقول الموقع إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبدأ جولة جديدة من المشاورات السياسية خلال الأيام القادمة لتحريك جمود المسار السياسي المتوقف منذ أغسطس الفائت نتيجة لعدم التزام الإنقلابيين بالمرجعيات المعتمدة دوليا. وقالت مصادر خاصة للموقع بوست إن الجولة الجديدة جاءت بتكليف من اللجنة الدولية حول اليمن التي اجتمعت في ألمانيا الخميس الماضي، والتي أصبحت سلطنة عمان عضوا رسميا فيها بجانب أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. ويصف الموقع المسار السياسي الذي يسلكه المبعوث بأنه طريق مملوء بالعقبات. تحدث موقع عدن تايم عن مشروع اليونيب في جزيرة سقطرى وقال إنه مشروع بيئي ممول من الأمم المتحدة يعمل خلال فترة الخمس سنوات القادمة بأرخبيل سقطرى في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال إدارة مكونة من خمسة مكونات أساسية. ويقول الموقع: يسهم المشروع في الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال عدة برامج، منها تنمية القدرات وإجراء الدراسات البيئية ووضع العديد من المعالجات للكثير من القضايا والاختلالات البيئية التي حصلت خلال الفترة السابقة. وقال الموقع: يترقب أبناء الأرخبيل والمهتمون بالشأن البيئي ورشة تدشين عمل مشروع اليونيب الجديد الذي من المتوقع تدشينه نهاية الشهر الحالي في مدينة عمان أو جنيف. أي طريق سلكته ثورة 11 من فبراير؟ تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء منه: نعم، هناك يوم اسمه 11 فبراير، فهي ثورة أصبحت نظيرا طبيعيا للتاريخ، ولم يعد بمقدور ذلك اليوم أن يموت، فقد صار مطلقا. لم تعد الثورة الآن في أي مكان، ولم يعد أحد يطالبها بشيء. كانت ثورة 11 من فبراير بروفة عظيمة اختبر فيها الشعب قدرته على صناعة التاريخ وتغيير مجرى السيول وتفكيك الحتميات. المقاومة المسلحة ضد الفاشية الدينية والانقلاب العسكري استندت إلى قيم 11 من فبراير عن العدالة والحرية والحق في العيش الكريم. ستتجلى 11 فبراير من وقت لآخر عبر حركات تناسب طبيعة التحديات الحرجة، فقد بدأت بالتلوين أمام جامعة صنعاء وانتهت بالمدفعية. كانت تلك القصص هي النار التي حافظت على قيم الثورة حية وجسورة. فبالإضافة إلى كل القيم المجردة التي بشرت بها الثورة عن الحقيقة والعدل، كان هناك وجه آخر للثورة لا بد من إلحاق الهزيمة بأولئك الذين هزموا آباءنا. المشاريع الصغيرة والمصغرة سياسياً واجتماعياً وإقليمياً ستكابد مشقات صعبة مع أجيال فبراير التي ستتناسل في المستقبل، ليس الآن وحسب، بل في الأزمنة التي ستجيء. الاستقرار الحرج الذي حصل عليه صالح بعد انقلابه العسكري لم يدم كثيراً، والأبواب التي فتحها 11 فبراير لا يمكن غلقها، وهناك أجيال جديدة تتخلق في اليمن ورثت 11 فبراير بوصفه البطولة الأهم في حياة الآباء، وستكون مهمتهم التاريخية حراسة ذلك المجد، مجد الآباء الذين انتصروا في وضح النهار وخسروا المعركة دون أن ينهزموا. موقع المصدر أونلاين عنوانا: تربويون يبدأون إضراباً جزئياً عن العمل في صنعاء بسبب عدم صرف الرواتب، حيث شهدت مدارس حكومية في العاصمة صنعاء إضراباً جزئياً عن العمل من قبل معلمين ومعلمات للمطالبة بسرعة تسليم مرتباتهم. وأشارت مصادر في مديرية الصافية إلى أن مدراء المدارس أبلغوا مكتب التربية بالدخول في مرحلة الإضراب الكلي من السبت المقبل إذا لم يتم تسليم مرتباتهم. وأعلنت عدد من الإدارات في المدارس أنها سمحت للمدرسين فيها بالإضراب أمام فصولهم وعدم دخول الحصص خلال الأيام الماضية، وطلبت منهم الانتظار حتى السبت القادم ترقباً لأي جديد بشأن رواتبهم.
موقع الصحوة نت قال إن المكتب الإعلامي بمحافظة تعز كرم أكثر من 120 صحفيا وإعلاميا من رواد العمل الإعلامي الثوري المقاوم في المحافظة. واعتبر وكيل المحافظة عارف جامل أن تكريم الصحفيين والإعلاميين يعد تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها في نقل حقيقة ما تعانيه محافظة تعز من مآس إنسانية ومجازر وحشية وحرب عبثية وحصار خانق وعقاب جماعي للمواطنين من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال جامل إن الصحفيين قدموا تضحيات كبيرة واستشهد عدد منهم في ميدان الصحافة بقناصات الميليشيا وأصيب آخرون، وهذا دليل على جهودهم النضالية، ودعاهم إلى الاستمرار في نقل الحقيقة للعالم وفضح انتهاكات الميليشيا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لصحيفة العرب الجديد: كنا نرى أن الثورة ضرورية ونؤمن أنها لن تأتي من دون تضحيات وأن الحرية تستحق أي ثمن في سبيلها، واليوم لا نؤمن فقط أن ثورة فبراير ستنجد التغيير الجذري العميق وتحقق كافة أهدافها، بل نعلم ذلك، فهذا قدر الثورة. وأضافت كرمان في مقابلة خاصة للصحيفة أن من أهم مكتسبات ثورة فبراير أنها كسرت احتكار المركز العائلي والطائفي والجهوي للسلطة والثروة والنفوذ، وهذا إنجاز حاسم لبلد كاليمن عانى من هذا الاحتكار قرونا طويلة. والثورة ماضية الآن لاستكمال إسقاط الثورة المضادة وتحقيق بقية الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. وعن دور الأمم المتحدة في الحل قالت: شخصيا لا أشكك بنية أو دور الأمم المتحدة، لكنني أقول إنها لأسباب كثيرة عاجزة عن إنفاذ قراراتها وإلزام من تمردوا عليها باحترام الاتفاقيات والقرارات. موقع ميدليست البريطاني تحدث عن طلاب تعز الذين أجبروا على القتال ومواصلة تعليمهم، وقال الموقع عن مدينة تعز: إنها تخضع للحصار منذ عامين وتوصف أحيانا بأنها العاصمة الثقافية لليمن، الدولة التي مزقتها الحرب منذ أوائل عام 2015. ويسرد الموقع قصة الطلاب الملتحقين في المعركة، ومنهم الشاب إبراهيم ذو 21 عاما والذي قال: لم أكن أريد أن أتواجد بالخطوط الأمامية حيث أفتقر إلى الخبرة القتالية، وأخبرت قيادة المقاومة أنني طالب وسمحوا لي بالقتال لمدة 3 أيام أسبوعيا. يضيف الموقع البريطاني: يقضي إبراهيم أيام القتال المخصصة له في أماكن مختلفة بضواحي تعز على مقربة من المدينة بما يسمح له بمواصلة دراسته، وقد تمكن من أن يصبح من أكثر الطلاب المتفوقين في صفه الدراسي. ويقول إبراهيم: أسدد 80,000 ريال يمني سنويا كرسوم للجامعة، وأحاول أن أدخر 20,000 ريال شهريا، وأعتزم التوقف عن المشاركة في القتال بمجرد أن أدخر ما يكفي لاستكمال دراستي. وإلى صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت: لجنة تحقيق في أزمة الكهرباء بعدن. تقول الصحيفة: إن وزير الكهرباء والطاقة اليمني عبد الله الأكوع شكل لجنة للتحقيق في أزمة الكهرباء والوقود التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن. وطلب الوزير في قراره رئيس اللجنة المهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء بسرعة رفع نتائج التحقيق في الانطفاء الذي تشهده المدينة منذ يوم الأحد، كما وجه الأكوع مدير فرع المؤسسة في عدن إلى التواصل مع المختصين لإعادة المنظومة الكهربائية في أسرع وقت. وشهدت عدن احتجاجات غاضبة معبرة عن الاستياء والسخط الشعبي بسبب انقطاع خدمة الكهرباء عن عموم مناطق المدينة وسط تضارب الأسباب بين أسباب فنية وشح في المواد التشغيلية وانعدام الوقود في محطات تعبئة الوقود ما اضطرها للإغلاق. عندما أقدمت نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الأول من يناير على إعلان فعاليات الإضراب المتدرج وفقاً للدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وبعد صبر ومعاناة جميع منتسبيها لخمسة أشهر بدون مرتبات، هكذا بدأ الدكتور عبد الله العزعزي مقاله المنشور في الوحدوي نت، حيث قال: ها هو الشهر السادس تمر علينا أيامه ولياليه البطيئة وقد قاربت على الانتهاء ولا يزال الراتب محتجزا. كانت النقابة واعية عند اتخاذ القرار وعواقبه، من سينتصر لحقه ومن سيحايد
ومن سيبيع مواقفه بثمن بخس؟ ومن سيبيع بلا ثمن وبلا دراهم معدودة مقابل أن يرضى عنه من يديره أو يسيره؟ اتخذت النقابات قرارها المشروع، وقد قيل فيها ما قيل، ومورس بحق أعضائها انتهاكات عدة، بدأت بالتهديدات والاعتداءات، ووصلت للتهديد بالتصفية الجسدية ومحاولة الاغتيال. ومع ذلك استطاعت الصمود بفضل وعي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جميع الجامعات التي أعلنت موقفها بكل شجاعة لانتزاع حق من حقوقها، ولم تنحز يوماً إلا لشرف المهنة وللأمانة الملقاة على عاتقها. ومؤخراً كلفت النقابات من يمثلها بالذهاب إلى عدن لمتابعة المرتبات والتسريع بصرفها، وواجهت صعوبات كبيرة بسبب قوة العادة السلبية لدى متخذي القرار، فالطبع قد غلب التطبع، ولم يفرق هؤلاء بين التسول والتوسل والمطالبة بالحقوق. عليكم جميعاً أن تفهموا أننا أصحاب حق، ولا نتسول أو نستجدي مسؤولاً هنا أو هناك، وسننتزع كافة حقوقنا بصبرنا وصمودنا وحقنا في الراتب على وجه الخصوص، وسننتصر للمهنة وشرفها وللجامعات ورسالاتها السامية. شبكة البي بي سي حذرت من مجاعة تجتاح 4 دول وعنونت 1.5 مليون طفل يواجهون خطر المجاعة في الصومال ونيجيريا واليمن وجنوب السودان. الأمم المتحدة حذرت من أن الصومال ونيجيريا واليمن على حافة المجاعة. جاء التحذير بعد يوم من إعلان دولة جنوب السودان أنها تعيش مجاعة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت حوالي 1.5 مليون طفل يواجهون خطر المجاعة في الدول الثلاث بالإضافة إلى جنوب السودان. وبحسب المنظمة الدولية فإن حوالي نصف سكان الصومال بحاجة إلى عون إنساني. وتحذر اليونيسف من أن اليمن مقارنة بالعامين الماضيين شهد زيادة نسبة 200% في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية بالغ السوء. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم ننقل لكم هذا الخبر، حيث أكدت السلطات في إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق أنها احتجزت في الإقليم أكبر يخت بحري في العالم. تأتي الأنباء وسط تقارير إعلامية بأن مالك سفينة سيلينج يخت أي الملياردير الروسي أندري ميلينيشينكو مدين بملايين الدولارات لشركة بناء السفن الألمانية نافال ياردس. وقال مسؤول بارز من هيئة المحاكم في جبل طارق أن اليخت مصادر منذ الأسبوع الماضي، يشار إلى أن هذا اليخت استغرق بناؤه 5 أعوام ولا يوجد مثله بين المراكب الشراعية الكبيرة في العالم، حيث يبلغ طوله 142.8 متر وعرضه 25 متر وحمولته 12 طن و700 ألف كيلو. وتبلغ قياسات أشرعة اليخت الذي صممه الفرنسي فيليب ستارك أكثر من 3700 متر مربع، أي ما يساوي نصف ملعب كرة قدم. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت يطلق زوجته بسبب الواتساب. وقالت التفاصيل تسبب واتساب في طلاق زوجين بعدما دونت زوجة سعودية عبارة حسبي الله ونعم الوكيل بجانب أول حرف من اسم زوجها، وتأكد الزوج أنه المعني بالعبارة التي أثارت اعتراض الكثير من أقربائه وأهله وسببت له الحرج. وقال الزوج الذي فضل عدم الكشف عن اسمه طليقتي دونت عبارة كشعار وحالة على برنامج واتساب تسببت لي في حرج بين زوجاتي أصدقائي وأقاربي. وأضاف كتبت عبارة حسبي الله ونعم الوكيل فيك مع كتابة الحرف الأول من اسمي واكتفت بذلك، ولم أستوعب ما تعنيه إلا بعد التأكد منها شخصيا إثر اتصال تلقيته من أحد أقاربي. هل خرجنا من قوقعة الماضي ذات يوم؟ هذا ما تساءل عنه الكاتب ناصر الرباط في مقاله المنشور بصحيفة الحياة ليعود ويقول لا يعني هذا التساؤل أننا نعيش في الماضي، فنحن بالتأكيد نعيش في الحاضر ونتعامل مع أدواته ونستمتع بمنجزاته ونعاني ويلاته كغيرنا من أمم الأرض المختلفة، لكنه يعني أننا نفكر في الماضي وننظر للأمور من خلال عدسة عقلية غابرة ما زالت مفاهيمها وأوامرها ونواهيها تسيطر على قراراتنا وردود أفعالنا وتعاملنا مع بعضنا بعضا ومع غيرنا. هذه العقلية هي التي تحدد فهمنا للتاريخ والعلم والفكر النقدي سلبا على الغالب
وإدانة أو رفضا في أحيان كثيرة، وهي التي تحكم نظرتنا للآخر أكان مغايرا وطنيا أو عرقيا أو دينيا أو جنسيا، وتؤطر علاقتنا معه. حذر وجهل وأحكام مسبقة تحتمي بسياج من ادعاء الأخلاق بال ومهتره. فوق ذلك كله، هذه العقلية هي التي ترغم شعوبنا على القبول بالحاكم الغالب والمستبد بغض النظر عن أهليته للحكم، بدعوى أنه بمثابة أب للجميع، وحده يعرف ما يصلحهم، ووحده القادر على إنجازه، وأن القيام عليه فتنة والرضا به طاعة. هناك طبعاً الكثير غير ذلك من كوابح التقدم التي تجد لنفسها مبرراً في العقلية القرسطية السائدة التي يبدو أنها بعد ترنح بين هيمنة وأفول دام حوالي القرن عادت مجدداً لتطغى على الفكر والسياسة والمجتمع. سنوياً يقام ثاني أكبر حدث على أحد الشواطئ الفرنسية المشهورة مهرجان الليمون، وهو احتفال يقام منذ 1928، حيث يستخدم في هذا الحدث الآلاف من البرتقال والليمون لتزيين المدينة والهياكل الضخمة التي تختلف في كل عام. جولتنا المصورة توثق لأجزاء من هذا الاحتفال، وقد وردت في عدد من الصحف أهمها صحيفة القدس. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.